عن أزمة المشتقات النفطية، تدل هذه الطوابير العريضة لمئات المركبات على امتداد الطرقات في محافظة الجوف بانتظار الحصول على مادة البنزين. يقول هؤلاء الواقفون تحت الشمس ولا أقسى من أن تتوقف حركة الحياة بهذا المواطن الأعزل الذي يحترق وجعا في بلد تشب حرائقه ولا سبيل لإخمادها. هكذا تبدو الجوف في ظل أزمة حادة في المشتقات النفطية مع اتساع السوق السوداء التي وصل فيها سعر دبة البترول ذي 20 لترا إلى 15 ألفا. الدبة اليوم يعني في السوق السوداء ب 14500، ولا الديزل ب 18 ألف. أين الشرعية؟ هذه الشرعية. كل ما بوسعه أن يقول ذلك ويتساءل عن المتسبب بهذه الأزمة، سيما وأن هذه المناطق تحت سيطرة الشرعية ومثله الكثير من سائقي السيارات الذين حسبهم أن يشكوا واقع الأزمة وظروفها الصعبة، متكمين شركة النفط فرع مأرب بالوقوف وراء هذا الانعدام للمشتقات النفطية في مدينة الحزم وتعاملها مع تجار السوق السوداء في المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرة الميليشيا كما يقال. المسؤول الأول هي شركة النفط محافظة مأرب أو فرع مأرب، لأنه كان هذا بالنسبة للحزم كانت اسمها المربع الذهبي زي ما هو المربع الذهبي في مأرب. بين نار الأزمة وعجز السلطات عن تحمل دورها الكامل في توفير أدنى المتطلبات يغيب المواطن. ربما لا تختلف كثيرا الجهات الرسمية بالجوف في عجزها الكبير أمام هذه الأزمة عن المواطن المغلوب، إذ تحمل هي الأخرى بدرجة الرئيسة شركة النفط فرع مأرب مسؤولية حرمان الجوف من حصتها الكاملة من المشتقات النفطية واستقطاعها لنسبة كبيرة من الكمية المتفق عليها مسبقا كغيرها من المحافظات المحررة. الحصة منخفضة من مأرب من الشركة لمحافظة الجوف، فهي لا يأتي لها حصتها إلا بما يعادل 15%، على الرغم من بيننا وياهم محاضر بين محافظة الجوف وشركة النفط. تستمر الأزمة، ربما تطول هذه الطوابير أكثر، وليس بوسع هؤلاء المواطنين سوى مزيد من الانتظار على قارعة الطريق وتجرع صديد الأزمة المليء بخذلانات الشرعية ووهم الانفراج. علي الجرادي، قناة بلقيس، الجوف.